مشاهدينا مرة ثانية، وإن شاء الله أن يكون صباحكم جميل. ودائما لازم نأخذ الاحترازات ونأخذ التحذيرات من المنظمات الدولية للصحة، من المنظمات العالمية بشكل عام. فنتكلم إحنا عن ارتفاع نسبة مشاكل السمع، وهذا طبعا تحذير من المنظمة الدولية عن التلوث السمعي، أنه أصبح مشكلة حقيقية تؤثر على حياة المواطنين. فحاسة السمع تسهل التواصل بشكل جوهري وتعزز التفاعل الاجتماعي على النحو اللي يتيح للناس أنهم يقيموا علاقات ويشاركوا في أنشطة، وطبعا ويمثل هذا طبعا الضعف التحدي في النمو للغة لما نتكلم احنا بالنسبة لصغار السن. ولكن التشخيص والتدخل المبكر يلعب دور كبير في تسريع العلاج والحصول على أفضل النتائج. راح نتكلم أكثر اليوم مع الدكتور فيصل عبد القادر، استشاري أول أنف أذن وحنجرة في مؤسسة حمد الطبية. صباحك الله بالخير دكتور. صباحكم الله بالخير وشكرا لاستضافتنا. يعطيك العافية دكتور، أكيد سعيدين بتواجدك معنا، وأيضا سعيدين أن احنا أكيد احنا والمشاهدين راح نستفيد منك من المعلومات اللي راح تقدمها إن شاء الله. بشكل عام دكتور، لو نتحدث أكثر عن أسباب نقص السمع عند الأطفال بشكل عام، وأهم الأشياء اللي ممكن قد تسببها طبعا من نتائج سلبية. أوكي، أهم الأسباب والسبب الرئيسي النقص وليس فقدان السمع عند الأطفال هو التهابات الأذن الوسطى مع تكون سوائل خلف الطبلة. عادة هذا السبب الرئيسي عند الغالبية العظمى من الأطفال. عادة هذا يكون سببه هو الرشح أو الزكام أو التهاب في الشعب الهوائية، يؤدي إلى وجود التهاب في الأذن. في الغالبية العظمى اللي يجيهم هذا الالتهاب، الالتهاب هذا يروح والسمع يرد لسمع الطبيعي بدون أي مشاكل. بعد من ذيلة نسبة قليلة جدا اللي هي قد تحتاج أنه يشوفون طبيب مختص ونتابع السمع عندهم يكون موجود، وساعتها نبتدي لهم العلاج. هذا الغالبية العظمى. هناك بعض الأسباب النادرة أوكي، ولكنها أساسية وخطيرة ولا بد من وجود طريقة أن نكتشفها كأطباء، اللي هي نسبة أن يكون الطفل ما يقدر يسمع وتأثر على نموه، وإنه ما يقدر يتكلم تأثر على نموه، هي نسبة قليلة جدا. يعني في مواليد في الإحصائيات يقولون حوالي من مولود من كل 1000 مولود يكون عنده نقص حاد في السمع. طبعا إحنا كأطباء وفي مؤسسة حمد الطبية قاموا بإنشاء برنامج الكشف أو الفحص لحديثي الولادة، فحص السمع لحديثي الولادة، أو اللي بيسمونه نيونيتال سكرينينج بروجرام. هذا كل الأطفال اللي يولدون في دولة قطر يخضعون لهذا الفحص، وهذا فحص بسيط ومبدئي، وكل اللي يقوله أن الطفل هذا يسمع ولا ما يسمع. السبب الرئيسي لو حسينا أنه في أي مشكلة أن الطفل ما يسمع، ساعتها لابد من تحويله للطبيب المختص، نقوم بإجراء فحوصات وبعد التخاصيص، وبعدين نتكلم عن أسباب العلاج لها. أرجع لالتهابات الأذن الوسطى، لأن هذه الغالبية العظمى، وهذا اللي إحنا أبي الأمهات يعرفون عنه، لأن الغالبية العظمى يروح من الأمهات يجون العيادة يقول والله رحنا عند الطبيب، رحنا على المركز الصحي، رحنا على الطوارئ، دائما يقولوا لي الطفل عنده التهاب في الأذن وأنا حاسة أن الولد ما يسمع. أوكي، هذا إحنا كأطباء كجراحيين أوكي ما نتدخل جراحيا إلا في حالتين. إذا هذه الالتهابات تحصل بشكل مستمر، يعني من 6 إلى 7 مرات في السنة، وكل مرة الطفل يجي معها حرارة وتعبان ويضطر أن يتغيب من المدرسة، أو أن هذا وجود السوائل اللي خلف الطبلة أدت إلى أن السمع ينزل عنده. أوكي، هذا السبب الرئيسي. بشكل عام حتى لو أدى أن وجود هذا السوائل خلف الطبلة أدت إلى أن السمع ينزل عند الطفل، مو معناته أن الطفل ما يسمع، مو معناته أن هذا الشيء حيأثر على نموه. أوكي، نسبة قليلة جداً اللي هي ممكن تأثر على النمو وعلى النطق، أوكي، وهذه الغالبية العظمى اللي احنا نتعامل معها واللي نقوم بعمليات جراحية لها أو ننصح بأشياء أخرى لها. دكتور، لكن في البيت شلون الأم ولا الأب أنه ممكن ينتبهون أنه فعلا ولدهم يعاني من نقص في السمع؟ يعني لما ينادي مثلا ما يسمع، أو يكون في تجاهل، يكون مثلا شكوى من الطفل نفسه. أوكي،
الحين في أشياء إحنا كأطباء نسويها وفي أشياء الأم اللي ينتبهون عليها. عادة حديثي الولادة صعب على الأم تعرف، أوكي، لأن سن 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر صعب. وهذا البرنامج حديثي الولادة اللي قلت أتكلمكم عنه، هذا عادة يطمننا إحنا كأطباء أن هذا الطفل يسمع بشكل عام. الحين الأم مع وجودها مع الطفل تنتبه، عادة الطفل لما يسمع صوت عالي يهز رأسه، هذا في سن صغير. بعد فترة أوكي تحصل إنه مقارنة بإخوانه مثلاً إنه يعلي صوت التلفزيون، أوكي. بعد شوي أوكي ممكن المدرسة، لو يكون في المدرسة يجي المدرس يقول لهم والله أنا أحياناً أتكلم مع الولد ما يرد علي، هل الولد يعني متأكد فيه لاحظتوا شيء عليه ولا لا؟ أوكي. كذلك إحنا كأطباء في كذا مرحلة، في مراحل نمو الطفل إحنا نقوم بفحوصات عشان نتأكد أن الطفل يسمع. سواء عند الولادة يسوينا هذا البرنامج يشوفون يسمع ولا لا. عقبها يوم يروح على المركز الصحي أو عند الطبيب العام أو الدكتور الأطفال يقومون بعض الفحوصات الغير دقيقة اللي هي بس فقط تدل أن الطفل يسمع ولا لا. بعد ذلك يوم قبل ما يروح الطفل على المدرسة يسوون فحص ثاني نتأكد أن الطفل يسمع قبل ما يفوت المدرسة. ففي كذا شيء من الجانب الطبي، أوكي. أما من الجانب الأم وهذا على فكرة أدق شيء، يعني أنا لما تجيني أم عندها 3 عيال وتقول لي والله ولد الرابع أنا شاك إنه ما يسمع، أنا هني لا أخذ الموضوع سيريس، أوكي. لأن شلون، لأن في خلاص إنه لأن هي عايشة مع الطفل فترة طويلة. فلذلك أنا نصيحتي لهم يوم يجون عند الطبيب، عذراً دكتور، يعني شنو هي الأسئلة اللي أنت تسألها مباشرة للأم لما تجيك للعيادة وتقول لك أنا شك إنه ولدي ما يسمع؟ أوكي، بشكل عام ليش شكيتي؟ إيش صار؟ وين شكيتي في الموضوع؟ إيش لاحظتي على الطفل؟ هل هو الطفل يعني حصلتي انه منعزل بروحه قاعد في الحجره ما يطلع ما يتكلم مع احد، او لاحظتي انه يوم تنادينا ما يدير صوبك، او اخوه لاحظ اشتكى لك ان اخوه يوم يكلمه ما يرد عليه، ايش شلون انت لاحظت شيء في المدرسه؟ هل تعامل شلون تعامله مع الطلاب الثانيين اللي في المدرسه؟ شلون المدرسه او المدرس لاحظ عليه؟ شلون تعاملهم؟ هذه الاشياء بشكل عام اللي هي اللي بتسميها يعني انديكيتورز، هي تعطيك والله يمكن يكون في مشكله هنا، يمكن يكون في شيء ثاني. نعم. طيب دكتور، لو نتحدث ايضا بما يتعلق بالعامل الوراثي، هل العامل الوراثي له دخل او علاقه بما يتعلق بضعف السمع عند الاطفال؟ طبعا في عامل وراثي، وهذا عادة هاي نسبة قليلة جدا، أوكي. وغالبا اللي عندهم مشكلة اللي ما يسمعون بسبب عامل وراثي يكون عندهم بعض المشاكل الطبية الأخرى أو متلازمات، أوكي. فعادة يعني ما تجي نفس فقدان السمع بروحه، الطفل يكون عنده أعراض أخرى مثل في الأذن، في المشاكل في النظر، مشاكل في الكلى، مشاكل في القلب. وهذه دائما تكون هذه بداية إن إحنا نسوي له تشخيصات أكثر ونفحصها أكثر بحيث إن نعرف إيش المتلازمة الموجودة عنده وإيش طرق علاجها. طيب دكتور، بما يتعلق بهذا الموضوع التشخيص، بس هذا نادرا جدا، بس التشخيص يكون من البداية واضح عندكم أن الطفل فعلا يعاني من مرض، من بعد الفحص من عند ولادة الطفل يسمون له الفحص اللي قلت لك الحديثي الولادة. إذا هذا الفحص كان ما نجح، أوكي، في فحص أدق يروح لقسم السمعيات يسمون فحص دقيق اللي يشوفون مثل رسم بياني للمخ، أوكي، يبين فيه إذا الولد يسمع ولا لا، أوكي. بناء على هذا، أوكي، في بعد فحوصات بعد كذا إحنا نقوم فيها نشوف هذا اللي يبين للطفل يسمع ولا لا. بعد كذا نشوف إيش هي الأسباب، فنقوم بعمل مثل رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشياء أخرى، أوكي، وبعد فحوصات الدم بعد أشياء ثانية، أوكي، بحيث إن نقدر نعرف إيش السبب. وفي نفس الوقت مع الفحوصات هذه نقوم بعد فحوصات إجرائية أخرى لبعض الأمراض الثانية اللي قلت لك مثل النظر، الكلى، القلب، بحيث نتأكد إن الطفل ما عنده متلازمة. لما نتحدث دكتور عن فرص العلاج بالنسبة لحديث الولادة، بالنسبة للأطفال مثلا لين عمر المراهقة، كيف فرص العلاج بالنسبة لهم؟ الحين صار تطور كبير في الطب، أوكي، ودائما يعني أعتقد في الغالبية العظمى، أوكي، في الأشياء النادرة هذه حتى صار لهم علاج وفي طريقة أن الطفل يسمع وفي طريقة أن الطفل ينمو. السبب الرئيسي لهذا كله بحيث أن الطفل لو ما سمع ما راح يقدر يتكلم، فحيأثر على نموه. الحين تبتدي شلون مساعدته تكون بعدة نواحي،
اوكي اول شيء طب اشياء جراحيه واشياء غير جراحيه. الاشياء الغير جراحيه اللي هي السماعات الطبيه. اوكي السماعات الطبيه هي تكنولوجي، عباره عن تكنولوجيا مثل تكنولوجيا التليفونات والايفون والسامسونج والاشياء هذه. صار فيها تطور هائل وصارت يعني على درجه كبيره من الدقه، لكنها لغايه الان في مجتمعاتنا، في مجتمعاتنا في الشرق الاوسط حتى وحتى في الخارج، في بعض يعني بيئيا يعني الناس ما تحب انها تسمع سماعه وينظرون لان لابس سماعه انه شيء غلط. لكن هذا مع الوقت قاعد يتغير، وانا اعتقد انه في المستقبل ان وجود السماعه سيكون قبوله مثل وجود الشخص لابس نظارات. اوكي هذه السماعات اولا، وانا كطبيب انصح دائما الاهل لو في عندهم مشكله بس اقول لهم اول شيء يتخلصون كل شيء بس وجود السماعات، لانها ما في منها اضرار جانبيه. اوكي ودائما تؤدي الى تحسن سمع، لكن استنفذوا كل شيء انه تستخدمون السماعات بعديها. لو ما اذا ما تستخدمون سماعات او في اسباب اخرى او في شيء ساعتها نتكلم منه عن الاسباب الجراحيه. عند الاطفال طبعا في اشياء عمليات جديده مثل زراعه القوقع، وهذه احنا موجوده في الدوحه ونسويها. وفي اشياء ثانيه اللي هي زراعه سماعات في 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 الجمجمه او طرق سماعات اخرى. وهذا كلها الاشياء بشكل عام يعني اقدر اقول ان 99% من الاطفال الحين نقدر احنا نسوي لهم شيء بحيث انه يقدرون ينمو بشكل يعني قريب للطبيعي. الحمد لله. طبعا جميله، ما احنا قاعدين نشوف انه في هناك تطور ونقله نوعيه بما يتعلق بالطب. طيب دكتور، نستغل تواجدك معنا، احنا دائما يمكن نقول هي الوقايه خير من العلاج، وحل الواحد انه يقي نفسه يقي اطفاله قبل لا يعرض او قبل لا يصاب بالمرض، فنصيحه اخيره منك اكيد لجميع مشاهدينا. الله يخليك، شكرا. اولا القطاع الصحي في قطر قطاع كبير، والوصول الى اطباء بشكل سهل. فإذا عندكم أي شك إنه في إن الطفل ما يسمع أو لأي سبب ما يسمع، فالرجوع إلى الطبيب المختص. ثانياً محاولة تجنب الضجيج العالي والأصوات العالية، وخاصة استخدام الآيبود والآيباد والاستخدام السماعات هذه اللي أطفالي دائماً يحطونها على صوت العالي، هذه تؤدي في عندنا عندما يكبرون تؤدي إلى نقص السمع. فالرجاء إن ينتبهون على هذا الموضوع بس من ناحيتهم. أكيد طبعاً، شكرا لك دكتور، يعطيك العافية على هذه المعلومات. احنا استفدنا واتمنى ايضا جميع المشاهدين استفادوا من هذه المعلومات. شكرا لكم. ثانية شكرا لك، يعطيك العافية. اذا مشاهدينا وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في الضحى، نقدر نقول فقرات فعلا كانت متنوعة واخبارنا متنوعة، نأمل انكم استفدتم. واللي ما شاف الحلقة لهذا اليوم يقدر يشوف الاعادة على الساعة كم؟ الساعة 2 الظهر، وكذلك 2 بعد منتصف الليل. واللي عنده ملاحظة، اللي عنده اقتراح، اللي عنده تعليق يقدر تواصل معنا على موقع التواصل الاجتماعي الموحدة باسم قطر تلفزيون، وكذلك موقعنا الإلكتروني qtv.qa. تقدرون تشوفون مسلسلات برامج كل شيء يعرض على شاشة تلفزيون قطر يقدرون يشوفونا. وصلنا للختام، موعدنا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت. في أمان الله.
25 سنة شروع شده. إنجاز هذا المعرض استغرق ما بين 4 و5 سنوات، وهو مجموعة من اللوحات المختلفة من الدمى. اخترت هذا الموضوع لأن الدمى تتصل بعالم الأطفال وهي لا تقرر مصيرها مثل الإنسان المعاصر. نمادی از انسان معاصر. يسر المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا دعوتكم لحضور مهرجان كتارا الوتر الخامس ملتقى آلة العود بمشاركة أهم العازفين في العالم من 18 حتى 21 من مارس الجاري. جميع الأمسيات تبدأ في 8 مساء بدار الأوبرا، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة من 3 عصرا إلى 7 مساء في شارع المسرح المكشوف ومعرض لأبرز صانعي آلة العود في العالم. والدعوة عامة. البرازيل سمي هذا البلد بأكمله نسبة إلى شجرة باو برازيليا. تغير منظوري تماما للفافيلا والمناطق الفقيرة، فهي ثقافة كاملة بحد ذاتها فيها الفنون والرياضة أيضا. بوس دي غواسو جارة الشلال وجنة الطيور النادرة. تعرف هذه المنطقة بالمنطقة الثلاثية، من هذا المكان أقدر أشوف الباراغواي والأرجنتين والبرازيل. يعتبر هذا المعلم السياحي من أهم المساجد في أمريكا اللاتينية. مشاهدينا مرة ثانية، وإن شاء الله أن يكون صباحكم جميل. ودائما لازم نأخذ الاحترازات ونأخذ التحذيرات من المنظمات الدولية للصحة، من المنظمات العالمية بشكل عام. فنتكلم إحنا عن ارتفاع نسبة مشاكل السمع، وهذا طبعا تحذير من المنظمة الدولية عن التلوث السمعي، أنه أصبح مشكلة حقيقية تؤثر على حياة المواطنين. فحاسة السمع تسهل التواصل بشكل جوهري وتعزز التفاعل الاجتماعي على النحو اللي يتيح للناس
أنهم يقيموا علاقات ويشاركوا في أنشطة، وطبعا ويمثل هذا طبعا الضعف التحدي في النمو للغة لما نتكلم إحنا بالنسبة لصغار السن، ولكن التشخيص والتدخل المبكر يلعب دور كبير في تسريع العلاج والحصول على أفضل النتائج. راح نتكلم أكثر اليوم مع الدكتور فيصل عبد القادر، استشاري أول أنف أذن وحنجرة في مؤسسة حمد الطبية. صباحك الله بالخير دكتور. صباحكم الله بالخير وشكرا لاستضافتنا. يعطيك العافية دكتور، أكيد سعيدين بتواجدك معنا، وأيضا سعيدين أن احنا أكيد احنا والمشاهدين راح نستفيد منك في المعلومات اللي راح تقدمها إن شاء الله. بشكل عام دكتور، لو نتحدث أكثر عن أسباب نقص السمع عند الأطفال بشكل عام، وأهم الأشياء اللي ممكن قد تسببها طبعا من نتائج سلبية. أوكي، أهم الأسباب والسبب الرئيسي النقص وليس فقدان السمع عند الأطفال هو التهابات الأذن الوسطى مع تكون سوائل خلف الطبلة. عادة هذا السبب الرئيسي عند الغالبية العظمى من الأطفال. عادة هذا يكون سببه هو الرشح أو الزكام أو التهاب في الشعب الهوائية يؤدي إلى وجود التهاب في الأذن. في الغالبية العظمى اللي يجيهم هذا الالتهاب، الالتهاب هذا يروح والسمع يرد لسمع الطبيعي بدون أي مشاكل. بعد من ذيلة نسبة قليلة جدا اللي هي قد تحتاج إنه يشوفون طبيب مختص ونتابع السمع عندهم يكون موجود، وساعتها نبتدي لهم العلاج. هذا الغالبية العظمى. هناك بعض الأسباب النادرة أوكي، ولكنها أساسية وخطيرة ولا بد من وجود طريقة أن نكتشفها كأطباء، اللي هي نسبة إنه يكون الطفل ما يقدر يسمع وتأثر على نموه، وإنه ما يقدر يتكلم تأثر على نموه، هي نسبة قليلة جدا. يعني في مواليد في الإحصائيات يقولون حوالي من مولود من كل 1000 مولود يكون عنده نقص حاد في السمع. طبعا إحنا كأطباء وفي مؤسسة حمد الطبية قاموا بإنشاء برنامج الكشف أو الفحص لحديثي الولادة، فحص السمع لحديثي الولادة أو اللي بيسمونه نيونيتال سكرينينج بروجرام. هذا كل الأطفال اللي يولدون في دولة قطر يخضعون لهذا الفحص، وهذا فحص بسيط ومبدئي، وكل اللي يقوله أن الطفل هذا يسمع ولا ما يسمع. السبب الرئيسي لو حسينا أنه في أي مشكلة أن الطفل ما يسمع، ساعتها لابد من تحويله للطبيب المختص، نقوم بإجراء فحوصات وبعد التخاصيص، وبعدين نتكلم عن أسباب العلاج لها. أرجع لالتهابات الأذن الوسطى، لأن هذه الغالبية العظمى، وهذا اللي إحنا الأبي الأمهات يعرفون عنه، لأن الغالبية العظمى يروح من الأمهات يجون العيادة يقول والله رحنا عند الطبيب، رحنا على المركز الصحي، رحنا على الطوارئ، دائما يقولوا لي الطفل عنده التهاب في الأذن وأنا حاسة أن الولد ما يسمع. أوكي، هذا إحنا كأطباء كجراحيين أوكي ما نتدخل جراحيا إلا في حالتين. إذا هذه الالتهابات تحصل بشكل مستمر، يعني من 6 إلى 7 مرات في السنة، وكل مرة الطفل يجي معها حرارة وتعبان ويضطر أن يتغيب من المدرسة، أو أن هذا وجود السوائل اللي خلف الطبلة أدت إلى أن السمع ينزل عنده. أوكي، هذا السبب الرئيسي. بشكل عام حتى لو أدى أن وجود هذا السوائل خلف الطبلة أدت إلى أن السمع ينزل عند الطفل، مو معناته أن الطفل ما يسمع، مو معناته أن هذا الشيء حيأثر على نموه. أوكي، نسبة قليلة جداً اللي هي ممكن تأثر على النمو وعلى النطق، أوكي، وهذه الغالبية العظمى اللي احنا نتعامل معها واللي نقوم بعمليات جراحية لها أو ننصح بأشياء أخرى لها. دكتور، لكن في البيت شلون الأم ولا الأب أنه ممكن ينتبهون أنه فعلا ولدهم يعاني من نقص في السمع؟ يعني لما ينادي مثلا ما يسمع، أو يكون في تجاهل، يكون مثلا شكوى من الطفل نفسه. أوكي، الحين في أشياء إحنا كأطباء نسويها وفي أشياء الأم اللي ينتبهون عليها. عادة حديثي الولادة صعب على الأم تعرف، أوكي، لأن سن 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر صعب، وهذا البرنامج حديثي الولادة اللي قلت أتكلمكم عنه هذا عادة يطمننا إحنا كأطباء أن هذا الطفل يسمع بشكل عام. الحين الأم مع وجودها مع الطفل تنتبه، عادة الطفل لما يسمع صوت عالي يهز رأسه، هذا في سن صغير. بعد فترة أوكي تحصل إن مقارنة بإخوانه مثلاً إن يعلي صوت التلفزيون. أوكي، بعد شوي أوكي ممكن المدرسة، لو يكون في المدرسة يجي المدرس يقول لهم والله أنا أحياناً أتكلم مع الولد ما يرد علي، هل الولد يعني متأكد فيه لاحظتوا شيء عليه ولا لا؟
اوكي. كذلك احنا كاطباء في كذا مرحله، في مراحل نمو الطفل احنا نقوم بفحوصات عشان نتاكد ان الطفل يسمع. سواء عند الولاده سوينا هذا البرنامج يشوفون يسمع ولا لا، عقبها يوم يروح على المركز الصحي او عند الطبيب العام او الدكتور الاطفال يقومون بعض الفحوصات الغير دقيقه اللي هي بس فقط تدل ان الطفل يسمع ولا لا. بعد ذلك يوم قبل ما يروح الطفل على المدرسه يسوون فحص ثاني نتاكد ان الطفل يسمع قبل ما يفوت المدرسه. ففي كذا شيء من الجانب الطبي اوكي، اما من الجانب الام وهذا على فكره ادق شيء. يعني انا لما تجيني ام عندها 3 عيال وتقول لي والله ولد الرابع انا شاك انه ما يسمع، انا هني لا اخذ الموضوع سيريس اوكي. لان شلون؟ لان في خلاص انه لان هي عايشه مع الطفل فتره طويله، فلذلك انا نصيحتي لهم يوم يجون عند الطبيب. عذرا دكتور، يعني شنو هي الاسئله اللي انت تسالها مباشره للام لما تجيك للعياده وتقول لك انا شك انه ولدي ما يسمع؟ اوكي، بقول بشكل عام ليش شكيتي؟ ايش صار؟ وين شكيتي في الموضوع؟ ايش لاحظتي على الطفل؟ هل هو الطفل يعني حصلتي انه منعزل بروحه قاعد في الحجره ما يطلع ما يتكلم مع احد، او لاحظتي انه يوم تنادينا ما يدير صوبك، او اخوه لاحظ اشتكى لك ان اخوه يوم يكلمه ما يرد عليه، ايش شلون انت لاحظت شيء في المدرسه؟ هل تعامل شلون تعامله مع الطلاب الثانيين اللي في المدرسه؟ شلون المدرسه او المدرس لاحظ عليه شلون تعاملهم؟ هذه الاشياء بشكل عام اللي هي اللي بتسميها يعني انديكيتورز، هي تعطيك والله يمكن يكون في مشكله هنا، يمكن يكون في شيء ثاني. نعم. طيب دكتور، لو نتحدث ايضا بما يتعلق بالعامل الوراثي، هل العامل الوراثي له دخل او علاقه بما يتعلق بضعف السمع عند الاطفال؟ طبعا في عامل وراثي، وهذا عاده هي نسبه قليله جدا اوكي. وغالبا اللي عندهم مشكله اللي ما يسمعون بسبب عامل وراثي يكون عندهم بعض المشاكل الطبيه الاخرى او متلازمات اوكي. فعاده يعني ما تجي نفس فقدان السمع بروحه، الطفل يكون عنده اعراض اخرى مثل في الاذن، في المشاكل في النظر، مشاكل في الكلى، مشاكل في القلب. وهذه دائما تكون هذه بدايه ان احنا نسوي له تشخيصات اكثر ونفحصها اكثر بحيث ان نعرف ايش المتلازمه الموجوده عنده وايش طرق علاجها. طيب دكتور، بما يتعلق بهذا الموضوع التشخيص، بس هذا نادرا جدا، بس التشخيص يكون من البدايه واضح عندكم ان الطفل فعلا يعاني من مرض؟ من بعد الفحص من عند ولاده الطفل يسمون له الفحص اللي قلت لك الحديثي الولاده. اذا هذا الفحص كان ما نجح اوكي، في فحص ادق يروح لقسم السمعيات يسمون فحص دقيق اللي يشوفون مثل رسم بياني للمخ اوكي، يبين فيه اذا الولد يسمع ولا لا اوكي. بناء على هذا اوكي في بعد فحوصات بعد كذا احنا نقوم فيها نشوف هذا اللي يبين للطفل يسمع ولا لا. بعد كذا نشوف ايش هي الاسباب، فنقوم بعمل مثل رنين مغناطيسي واشعه مقطعيه واشياء اخرى اوكي، وبعد فحوصات الدم بعد اشياء ثانيه اوكي، بحيث ان نقدر نعرف ايش السبب. وفي نفس الوقت مع الفحوصات هذه نقوم بعد فحوصات اجرائيه اخرى لبعض الامراض الثانيه اللي قلت لك مثل النظر، الكلى، القلب، بحيث نتاكد ان الطفل ما عنده متلازمه. لما نتحدث دكتور عن فرص العلاج بالنسبة لحديث الولادة، بالنسبة للأطفال مثلا لين عمر المراهقة، كيف فرص العلاج بالنسبة لهم؟ الحين صار تطور كبير في الطب اوكي، ودائما يعني اعتقد في الغالبيه العظمى اوكي في الاشياء النادره هذه حتى صار لهم علاج، وفي طريقه ان الطفل يسمع وفي طريقه ان الطفل ينمو. السبب الرئيسي لهذا كله بحيث ان الطفل لو ما سمع ما راح يقدر يتكلم، فحيأثر على نموه. الحين تبتدي شلون مساعدته؟ مساعدته تكون بعده نواحي اوكي. اول شيء طب اشياء جراحيه واشياء غير جراحيه. الاشياء الغير جراحيه اللي هي السماعات الطبيه اوكي. السماعات الطبيه هي تكنولوجي، عباره عن تكنولوجيا مثل تكنولوجيا التليفونات والايفون سامسونج والاشياء هذه، صار فيها تطور هائل وصارت يعني على درجه كبيره من الدقه، لكنها لغايه الان في مجتمعاتنا، في مجتمعاتنا في الشرق الاوسط حتى وحتى في الخارج، في بعض يعني بيئيا يعني الناس ما تحب انها تسمع سماعه وينظرون لان لابس سماعه انه شيء غلط. لكن هذا مع الوقت قاعد يتغير، وانا اعتقد انه في المستقبل ان وجود السماعه سيكون قبوله مثل وجود الشخص لابس نظارات. اوكي؟ هذه السماعات اولا وانا كطبيب انصح دائما الاهل لو في عندهم مشكله اقول لهم
أول شيء تخلصون كل شيء مسوي جد السماعات لأنها ما في منها أضرار جانبية أوكي ودائما تأدي إلى تحسن السمع، لكن استنفذوا كل شيء إنه تستخدمون السماعات بعديها لو ما إذا ما تستخدمون سماعات أو في أسباب أخرى أو في شيء ساعتها نتكلم منه عن أسباب الجراحية. عند الأطفال طبعا في أشياء عمليات جديدة مثل زراعة القوقع وهذه إحنا موجودة في الدوحة ونسويها، وفي أشياء ثانية اللي هي زراعة سماعات في الجمجمة أو طرق سماعات أخرى، وهذا كلها الأشياء بشكل عام يعني أقدر أقول إن 99% من الأطفال الحين نقدر إحنا نسوي لهم شيء بحيث إنه يقدرون ينمو بشكل يعني قريب للطبيعي. الحمد لله. طبعا جميلة ما إحنا قاعدين نشوف إنه في هناك تطور ونقلة نوعية بما يتعلق بالطب. طيب دكتور نستغل تواجدك معنا، إحنا دائما يمكن نقول هي الوقاية خير من العلاج، وحل الواحد إنه يقي نفسه يقي أطفاله قبل لا يعرض أو قبل لا يصاب بالمرض، فنصيحة أخيرة منك أكيد لجميع مشاهدينا. الله يخليك، شكرا. أولا القطاع الصحي في قطر قطاع كبير والوصول إلى أطباء بشكل سهل، فإذا عندكم أي شك إنه في إن الطفل ما يسمع أو لأي سبب ما يسمع فالرجوع إلى الطبيب المختص. ثانيا محاولة تجنب الضجيج العالي والأصوات العالية وخاصة استخدام الآيبود والآيباد والاستخدام السماعات هذه اللي أطفالي دائما يحطونها على صوت العالي، هذه تؤدي في عندنا عندما يكبرون تؤدي إلى نقص السمع، فالرجاء أن ينتبهون على هذا الموضوع بس من ناحيتهم. أكيد طبعا، شكرا لك دكتور، يعطيك العافية على هذه المعلومات، إحنا استفدنا وأتمنى أيضا جميع المشاهدين استفادوا من هذه المعلومات. شكرا لكم ثانية، شكرا لك، يعطيك العافية. إذا مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في الضحى، نقدر نقول فقرات فعلا كانت متنوعة وأخبارنا متنوعة، نأمل أنكم استفدتم، واللي ما شاف الحلقة لهذا اليوم يقدر يشوف الإعادة على الساعة كم؟ الساعة 2 الظهر وكذلك 2 بعد منتصف الليل، واللي عنده ملاحظة اللي عنده اقتراح اللي عنده تعليق يقدر يتواصل معنا على موقع التواصل الاجتماعي الموحدة باسم قطر تلفزيون، وكذلك موقعنا الإلكتروني qtv.qa تقدرون تشوفون مسلسلات برامج كل شيء يعرض على شاشة التلفزيون قطر يقدرون يشوفونا. وصلنا للختام، موعدنا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت، في أمان الله. وما بعنا لك واحد طبعا.
حرصك على ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك هو حرصك على حياتك وحياة من معك. فكر قليلا، لأن الزمن لا يعود إلى الوراء. مع تحيات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. نجم الإذاعة الأول أستاذ انطلق صوته مع انطلاق إذاعة قطر، ألا وهو الدكتور حسن عبد الله رشيد. أي فطلبونا فمجموعة رحنا. رحتوا للإذاعة؟ للإذاعة. إيه. ما كان عندك نية تروح الجامعة؟ هم قالوا لنا في إذاعة وذي، فإحنا يعني شيء جديد خلينا نجرب، ليش لا؟ دكتور تذكر أول مرة قلت إذاعة قطر من الدوحة؟ أول مرة ما أتذكر، لكن أتذكر أول جملة قلتها. أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم من أرض كتارة الحي الثقافي بدولتنا الحبيبة قطر، وفي أول حلقة من برنامجنا الوتر الخامس، طبعا ملتقى آلة العود هنا في كتارة. يسرنا طبعا في بداية الحلقة نرحب فيكم ومع ضيوفنا طبعا من قطر ومن خارج قطر في هذا الملتقى الثقافي. وفي البداية طبعا وانتم شايفين معاي، ما بي طبعا أقول إن فنان الكبير المتميز المبدع خالد الشيخ راح يشاركني، ولكن أتشرف بأن أنا أشاركه في تقديم هذه الحلقات وأقدم لكم الفنان الكبير المتميز الأستاذ خالد الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميعا، وكل عام وانتم بخير. أخوي أبو طلال كان يتكلم عن واحد ثاني مو بعني أنا. هاي بدايتي يا أستاذ خالد يعني.
شكرا جزيلا ابو طلال. انا اللي يسعدني يشرفني اني اكون معاكم موجود في الدوحه في كتاره في هذا الملتقى الرائع لكل انواع الفنون بصراحه وللناس نعم جو الجميل شيء جميل هذا الجو الجميل فعلا في كتاره. اعزائي المشاهدين طبعا انا راح ابلش وراح ابدا طبعا مع استاذي الفاضل استاذ خالد الشيخ. يعني نسمع احنا قايلين مهرجان الوتر الخامس. استاذ خالد ما شاء الله انت يعني ما ابي اقول واجاملك واقول انك خبره في هذا المجال او موسيقي متمرس وما شاء الله يعني شهادتي فيك مجروحه. والله احتاج مجاملك. فطال عمرك يعني اول ما نقول الوتر الخامس على طول يتبادر لذهننا طبعا الزرياب اللي هو مؤلف الوتر الخامس، لكن انا اللي ابي اعرفه مشاهديني يبون يعرفونه ماذا عن الاوتار الاربعه قبل الوتر الخامس؟ طبعا انا اسمح لنفسي اني اولا ان اقول بكل تواضع اني غير متخصص في تاريخ العود ولا في تقنيات العود، لكني محب مهتم واحب العزف على العود. وفي الحقيقه الملتقى الوتر الخامس الوتر الخامس حقيقه ككلمه فيه من الادب والفنية والجمالية ما يعني الكثير، قد ربما يتجاوز الإشارة إلى زرياب. فالوتر الخامس أنا باعتقادي يعني كلمتين شعريتين وترمز إلى في التاريخ الموسيقي ترمز إلى أنه زرياب يعني هو الذي أضاف هذا الوتر الخامس عندما انتقل إلى الأندلس. في الحقيقة زرياب كان عنده طموح أن ينتقل يمكن لو توفر له العمر أكثر كان ممكن يكون يطلع للوتر الوتر العاشر يمكن، لأنه كان مجتهد مجد محب للموسيقى. ثم لذلك أنا أقول أنه الوتر الخامس هي إشارة إلى رمز أو هي رمز إلى أنه زرياب هو الذي التصق به هذا الاسم. وبالرغم من أنه نظريات تقول بأنه الوتر الخامس كإضافة أو الوتر السادس أو السابع كإضافة مش قضية كبيرة اللهم إلا كان فيها توسيع المدى الصوتي. طيب بالنسبة للقبل لا احنا ما نبي احنا بندش على طول عاد مرة واحدة ما شاء الله عليك يعني. أنا بقول عن اللي قبل بس تفضل اللي أنا معلوماتي تقول أن الأوتار اللي كانت موجودة في يعني في التاريخ قبل الوتر الخامس قبل الوتر الخامس الأربع أوتار أو كان في حتى وترين. طبعا في آلات كثيرة صنعت في بلدان أخرى واستخدموها العرب، فلذلك أنا أقول أن الوتر الرباعي كان يسمى العود الكامل. لما جاء زرياب حط الوتر الخامس سموه كامل الكامل. فالأربع نغمات الأربع أوتار هذه ظل العرب شغالين عليه حوالي يعني قرون عديدة لحد ما وصلت إلى الوتر الخامس ثم تطورت عملية إضافة الأوتار. يعطيك العافية ما شاء الله. أنا مثل ما قلت يعني قاموس متحرك لا تهدونه ما نهدك. أعزائي المشاهدين طبعا لابد من راح يكون عندنا تقرير الآن عن التحضيرات اللي طبعا كانت قبل إحياء هذا المهرجان من خلال تنظيم كتارة لهذا المهرجان اللي هو مهرجان الوتر الخامس ملتقى آلة العود. خلونا نشوف هذا التقرير. طبعا المهرجان هذا بيكون المهرجان الاول، واحنا كمنظمين لهذا المهرجان طبعا مدير المهرجان الاستاذ محمد المرزوقي، تم الاستعداد من خلال هذا المهرجان باستقبال الضيوف واستقبال الصناع وعازفي العود. تم طرح اماكن للضيوف للصناع مثل ما تشوف الخلفيه اللاي يكون للصناع العود، وفي عندنا على الاوبرا حفلات ليليه من الساعه 8:00، وبالاضافه الى معرض خاص في مبنى 19 للعود وعازفين العود، وفي مسرح اسمه مسرح زرياب، وهذا المسرح يعتبر للهاوين اللي بيكونوا مثلا في قطر وهذا لعزف آلة العود ويشوفون الضيوف اللي موجودين.
بالإضافة إلى المجلس. في المجلس هذا المجلس مكان لاجتماع الضيوف للمهرجان ومناقشة أمورهم لآلة العزف والموسيقى. عازفي من قطر طبعا ومن تركيا ومن تونس ومن المغرب ومن السعودية ومن دول الخليج ومن العراق كل رجعنا لكم أحبتنا من جديد ونتابع معاكم نستكمل فقرتنا من برنامج في الضحى. تلفزيون قطر أو حتى برنامج في الضحى دائما حريص على تغطية المواضيع أول بأول عشان أنتم تعرفون وتكونون أيضا على معرفة تامة بكل التطورات وأيضا بكل الفعاليات المهمة والإنجازات القطرية اللي قاعدة تصير في الدولة. ورح ننتقل معاكم إلى زميلنا عمر الشمري متواجد حاليا في مكان، أكيد رح نعرف تفاصيل المكان أكثر لكن رح يكون معه، فنقول لك أسعد الله صباحك. صباح الخير والعافية من مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث تقام الملتقى الأول لمعلمي اللغة العربية وذلك من تنظيم الهيئة العامة للنهوض، المنظمة العامة عفوا للنهوض باللغة العربية. مرحبا ومسهلا فيك دكتور علي، بينضم لنا الدكتور علي الكبيسي ويكلمنا أكثر عن هذه الجهود اللي مبذولة اليوم. مرحبا ومسهلا فيك. أهلا وسهلا، حياك الله. من شوي صححت لي المسمى الهيئة المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، عفوا تكلمنا أكثر عن هذا الملتقى اللي ينعقد اليوم. هذا الملتقى طبعا هو الملتقى الأول لمعلمي اللغة العربية، ويهدف إلى تنمية مهارات المعلمين أي معلمي اللغة العربية وتطوير أدائهم. طبعا نحن نركز في هذا الملتقى الأول على معلم اللغة العربية من دولة قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ عددهم حوالي 75 معلما ومعلمة. طبعا هناك 4 محاور في هذا الملتقى، في طبعا تقام محاضرات علمية ثم ورش تدريبية في الفترة المسائية. بالنسبة للمحاور الأربعة، المحور الأول هو عن طرق التدريس واستراتيجيات حديثة لتدريس اللغة بصفة عامة واللغة العربية بشكل خاص، ثم هناك محور آخر يتناول التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها أيضا في تعليم اللغة العربية وتعزيز تعلمها لدى الطالب، والمحور الثالث هو يعني يتصل بقياس مخرجات التعلم، والرابع في تحفيز طالب على تعلم اللغة العربية. هل ما نراه اليوم دكتور هو شيء متصل بجهود سابقة قمتم فيها في المنظمة؟ نعم، هذا الملتقى يأتي تنفيذا لإحدى التوصيات التي تبناها المنتدى الثاني للنهوض باللغة العربية الذي عقد في يناير 2015. كانت إحدى توصياته تختص بمعلم اللغة العربية والتركيز على أهمية تأهيل معلم اللغة العربية وتطوير أدائه وتنمية مهاراته. فهذا الملتقى يأتي تنفيذا لتوصيات سبق أن اتخذها المنتدى الذي نظمته المنظمة أيضا. فهذه جهود كلها تصب في تطوير اللغة العربية والنهوض بها، ولا شك أن معلم اللغة العربية يلعب دورا أساسيا في تعليم اللغة العربية باعتباره هو الذي سوف يوصل المعلومة إلى الطالب وبالتالي يجعله يحب اللغة العربية. فلا بد أن يعني يكون هذا المعلم يعني متفقا مع متطلبات العصر ومستجدات المهنة التي يقوم بتنفيذها. نعم. إذن هناك علاقة بينكم وبين وزارة التعليم والتعليم العالي وأيضا المدارس في قطر على وجه الخصوص مدرسين اللغة العربية، تكلمنا عن هذا التعاون اللي بينكم. نعم تفضل. بالنسبة لمعلمي اللغة العربية طبعا كما قلت لك اشتراك حوالي 75 معلما ومعلمة من دول مجلس التعاون ومن دولة قطر،
وأكثرهم من دولة قطر، وبالتالي فإن هذا المنتدى سوف يصب في أن هذا المعلم سوف يكتسب من خلال المحاضرات، من خلال الورش، أشياء جديدة لم يكن يعرفها من قبل، سواء في طرق التدريس الحديثة، سواء في التقنيات الحديثة، سواء في قياس مخرجات التعلم. ولكن نحن خصصنا مخرجات التعلم بأن يكون التعلم باقي الأثر، يعني أن يترك أثرا في حياة الطالب، ليس فقط أن المطلوب هو أن ينجح الطالب في الاختبار، المطلوب هو أن يتمكن الطالب من امتلاك مهارات لغوية تساعده في حياته، سواء كذلك في النطق الصحيح، سواء كان في الكتابة الصحيحة، سواء كان في التعبير السليم، سواء كان في امتلاك التحدث بمهارة اللغة العربية ويستمع بشكل جيد. كل هذه الأمور سوف تناقش في هذا الملتقى إن شاء الله. نعم، كل الشكر لك الدكتور علي أحمد الكبيسي على الكلام اللي تفضلت فيه، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا الملتقى. شكرا جزيلا. نعم، شكرا. مشاهدينا أيضا يسرنا أن يكون معنا أحد المعلمين المشاركين، معلمين اللغة العربية المشاركين في هذا الملتقى، الملتقى الأول للنهوض باللغة العربية، الأستاذ منصور هايس لوبير. مرحبا ومسهلا فيك. أهلا وسهلا، حياكم الله. منصور كيف حالك؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية نقول الله يعطيكم العافية، شفنا تواجدكم معلميننا من مدارس قطر، تكلمنا عن اسم المدرسة اللي أنت منها. أنا أنتمي إلى مدرسة قطر في منطقة الريان، وتشرفت اليوم بحضور الملتقى الأول لمعلمي اللغة العربية. هذه التظاهرة العالمية للنهوض باللغة العربية لا شك أنه حدث مهم، ونشكر القائمين على هذا التظاهر العالمية، ونتمنى ونأمن إن شاء الله تكرار ذلك مستقبلا إن شاء الله. كيف يستفيد المعلم القطري من هذه الورشات اللي يعطونها الأخوان هنا في الملتقى، وبالخصوص أنها تتناول عدة محاور؟ نعم، لا شك أن كمية الحضور الموجود اليوم من عدة دول والأساتذة الكبار والكرام لهم دور في إعطاء ورش يستفيد منها الكثير من المعلمين اليوم. هذا مما يعكس مستقبل إن شاء الله في مدارسهم، من حيث تطوير أدائهم، من حيث طرق التدريس، وأيضا من حيث تعزيز مفهوم الطالب إن شاء الله مستقبلا بما يواكب هذا العصر الحديث. وإن شاء الله نأمل أيضا أن يستفيد الطالب مستقبلا، سواء اليوم أو في عدة منطقات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذ منصور هايس لوبير، كل شكرك. شكرا تلفزيون قطر. شكرا. إذن مشاهدينا، كنا في نقل مباشر معكم من مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث تنظم المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية الملتقى الأول للنهوض باللغة العربية. كل شكر لكم على حسن المتابعة، ونرجع إلى استديو برنامج في الضحى. ملتقى أكيد مهم ومميز، ويعطيهم العافية كل القائمين وأيضا كل الأشخاص اللي ينضمون لهذا البرنامج، أكيد يعطيهم الله ألف عافية. رح ننتقل مشاهدينا وياكم من المكان اللي احنا كنا فيه، إلى رح ننتقل إلى كتارة. بشكل عام تروح المعارض اللي تقام طبعا وتحتضنها كتارة ولا لا؟ أكيد كتارة ملتقى الثقافات بلا شك. طبعا أكيد أمور كثيرة وفعاليات كثيرة هم يقدمونها، من ضمنها طبعا دعت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة لحضور معرض الدمى للفنان عزمي يوم الخميس، راح يكون طبعا موافق 16/3، وحضر المعرض من السفراء وعدد عفوا من السفراء والشخصيات البارزة والمهتمين بهذا المجال. أكيد مزيد من التفاصيل راح نشوفها معاكم مشاهدينا في هذا التقرير. كل لوحة لها قصة معينة ولها هدف معين، فتبتدي اللوحات من دمى التي لها علاقة بالحرية وكيف الحرية موجودة ولكنها غير منظمة، وأيضا هناك لوحات للدمى تعبر عن الحروب وتعبر عن المآسي، وهناك لوحات أخرى في آخر المعرض تعبر عن النظام. إنجاز هذا المعرض استغرق ما بين 4 و5 سنوات، وهو مجموعة من اللوحات المختلفة من الدمى. اخترت هذا الموضوع لأن الدمى تتصل بعالم الأطفال وهي لا تقرر مصيرها مثل الإنسان المعاصر. و هي نماذج إنسان معاصر.